السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم 24 مارس من جامعة ناروتاما سورابايا اندونيسيا. يا مرحبا يا ولكم. مرحبوا. And this is Talisa. Talisa say hi. This is our club for today. For Surabaya Vaganza, right? Okay. الله يكرمك. يا عسل. هلا حبيبي. تحاكى لنا اعطينا كلمة. الله يسلمك. شو شكلك هذيك؟ الله في عين هارت. يا سامعي. يا عيون السامعين. والله فعالية جدا حلوة. أحب والله ونحن وهذا حسام مساعد السيد. احنا نقوم بدورنا في حماية السيد. And this is Badwi. Badwi, this is my vlog for today. Yeah. For YouTube إن شاء الله. Tell us about your experience that you have before for festivals like these festivals. So actually today we have Bagus Carnaval and in Indonesia. عند بربجارة بهاس اندونيسيا نو سيتيكي سيتيكي يا سام ليتال اوكي تركي. هذا فلوق حقنا ان شاء الله. اليوم بنسوي فلوق. فقول لنا بما انك انت هنا تمثل حضرموت العراق والاصاله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام. نتشرف في هذا اليوم ان نشارك في كرنفال سورابايا السنوي والذي سنمثل فيه بلادنا أمنا حبيبتنا اليمن. وشكرا. شكرا جزيلا. وعندنا هنا الأخوة الأخ الجفري طبعا جاي من تريم على طول بن باز. عندنا عبد المجيد لا يمثل شيئا مثل نفسه. الأخ العزيز محمد الطاهري. صوتي يوصل ولا لا؟ شو أخبارك طيب؟ الحمد لله تمام. الله يفتح جزيلا. وإن شاء الله نصور لكم البقية من هناك من النقطة الثانية. طبعا نعتذر عن جودة الصوت ولكن سنحاول قدر الامكان ان يكون الصوت واضح. اكسكيوز مي وير ار يو فروم؟ ديمانا. اصلي مانا بيتي ديمانا هنا عشان نعرف مين. اوكي اوكي سنبقى متابعين هني. بلوك بلوك يوتيوب. اوكي ويلكم. ما ايش عندهم هنا صراحه؟ هذا الموسيقى ما ندري ايش عندهم صراحه لكن يعزفوا. يا سوكا ناروتا ما اسماعيل ايش تعليقك على الجماهير الهزيجه؟ والله تعليقي خليك على الله. هذا فكر واحد يمني. يا فراشة العنب. وعليكم السلام. فرقي سما. ايوه ايوه. سياب انا ماندا. افني. اوكي هني بلوك سايا. ويلكم. دين. الو. يا جماعة الخير هذا اشغلني في عمري نشي نفعل فلوك وهذا اشغلني. ها ها. هذا اشغلني. سؤال ما حشرك بينه وبين اسماعيل؟ يا اخي لو ما انت داير بعد الله صور ولا فيديو. صاحب عمران صاحب عمران. انا شم خيار اسحب عمران هنا. تاليسا تل اس سمثينج ان ذا فلوك. What should I say? Anything. Anything. Hopefully, even like we are like small group, we're not a lot, but I think like we can participate in this event, which is like very good to, you know, to introduce Yemeni culture to everybody and
thank you very much for this words and inshallah I hope in the future we will be a lot of people inshallah كمريجة يا طير يا ضوي إلى عيشك قل لي متى بضوي أنا نطلع ألو ألو طبعا سامح هذا هو اختصاصي تقطيع المقاطع عندنا ikut berpartisipasi dalam rangkaian parade budaya hari ini saya suka songketnya ini ya benar oh mahal ini جهز الأغنية اللي بعدها جهز الأغنية اللي بعدها حقيقة الوضع كان جدا جميل وصراحة يعني الاستقبال والحفاوة اللي لله يعني الأندلسيين كان جدا طيبة والحمد لله ما زالت سمعتنا عندهم طيبة جدا 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 خصوصا اليمنيين لأنهم أول من فتحوا هذه البلاد وأدخلوا فيها الإسلام فالحمد لله على هذه النعمة والله أحفظها نعمة وأدمها من الزوال خلاص أجيب لك سؤال إيش الأوضاع السياسي في اليمن؟ احنا عندنا في اليمن اذا شريط غاز الواحد ولا شريط قلبل هذا تدفع لنا خمسة انا كنت تعرف كم هير اور خمسير خمسير احنا ما بنفرش نتغدى يعني الموقف بس ندخل الموقف لان الباص موقف داخل الله والله نشغل ما اسمع بس ها ايوه اخ حساني ايش وضعك وايش وضع المستقبل معك؟ لا ما لا وصل مبلغ ما عبش ولا ما عبش انا داري بك خذوا باين خذوا باين في المشي السرعه والدقه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو كبار والله ايوه اخ حسام ايش التطورات ايش الذي حصل؟ والله زحمه شديده زحمه شديده انا سامح مجنون يا سامح زحمه شديده هذا سامح فيها اليوم اصبح حلاوه ايوه كلمنا ايش اخبارك؟ عقرونا الله كما عقروا الناقه هذا هو عقروا الناقه احنا على اساس نمشي ما ادري كم كيلو جينا يعني عبرنا نص قاره يعني والله ايوه هذا ما توصلنا اليه والله ذلك هذا الشعب الاندلسي الشقيق وشكرا نعد من جديد ناركم يعني يرجع الريواس والاخ باقوس من باقوس هذا؟ باقوس باطوك باطوك يا الاخ باطوك ايش اخبارك؟ الحمد لله ايش التطورات التي حصلت؟ الحمد لله كله تمام تمام كله تمام ما في شيء خلصنا كرنفال هذا ايتو كرنفال باقوس ولا ديتا باقوس؟ سوكا باقوس اسمعي باقوس ننتقل الى اخربا اخربا شلونك؟ والله انا لوني ازرق لونك ازرق ترى لو تسلم منه النظاره تعمل بها صرمه صرمه صوره باقوس باقوس